تكونوا كده عاملين ايه؟ معاكم جاكس جي في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون ريبو 6 سيج اس يا جماعه. الغيبه الطويله قوي 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 دي بقى لي بتاع سنتين ثلاثه اربع سنين تقريبا كمان ما عملناش فيديو الجيمنج خالص غير فيفا وانقطعت عن فيفا كمان وبس. وانتظروا عوده قويه جدا وده اخر فيديو في السنه وان شاء الله السنه الجديده تكون كويسه سعيده. سنه سعيده عليكم كلكم. مساء عليكم. يلا بينا نخش نلعب رانكد. احنا في كوبر اي في من يعني بصراحه بان ممكن للثيم بارك وفيلون الاثنين دول بكرهه يعني. لا اعملوا الفيلا كمان. ايوه بس سيبوها كده بقى عشان انا بحب دي ولا بحب دي. شت ماشي احنا كده كده بنديفند. ميرا ميرا مش تبقى كويسه قوي. ويا ميرا يا كافييرا الحمد لله كاب كان اللي اتعمل له بان مش كافييرا. انا كنت فاكر العب بكافييرا يعني. رينفورس يا شباب. تعالى تعالى ماشي. خلينا كده هنا لغايه لما نشوف هنعمل ايه. تلاتة اوكي. كان في الشباك. اوكي نايس. يلا بينا على الجيم اللي بعده. مش عارف بقى هفضل بكافييرا ولا غير لايه. ماشي انا بصراحة بقول ميرا. انا بقول خلينا بكافييرا الجيم ده. مش عارف خلينا بكافييرا. Advised, Op 4 has located a bomb. Laying out the welcome mat. Deploying shield. لا 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 حرام. ريتني قتلته. اثبت اثبت اوف. خليك عندها خليك عندها احميها. 15 seconds left. 10 seconds left. بس كده كافييرا بقى لاخر مره. كده كده ده اخر جيم يعني و يعني اخر راوند. بس لو كافييرا خلص جيم على كافييرا كده كده هحتاج مرونه. هحتاج ببليدز. فييرا تراتاتا كافييرا.
Sputnik. You must protect your bombs from being defused. اوف ده في ناس دخلت. واقف هنا خطر قوي. Bomb diffuser has been successfully deployed. حرام حرام يعني مش عارف اعمل ايه. ماشي بليتز بقى يعني الله يا بليتز. والله كويس انا ما يعني ما كنت همشي والله العظيم كنت همشي. الله الله انت متأكد؟ تعالالي تعالالي يا عم تعالالي. والله مت متأكد. الحمد لله. المرة دي بقى بليتز آخر مرة نكسب. مش عارف إيه حكاية المسدسات النهاردة. عديني. يعني بعد ما جبتها down to one friendly. The diffuser has been recovered. على يمينك بين قوي انه على يمينك تمسي بره 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 بس كده يعني حرام حرام بس هذا يا جماعة كده تكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم شاركوا الفيديو وتشوفوا مع أصحابكم وتفرجوا. يلا يا جماعة فيركيش.